السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض منصة خاصة بإدارة المدن الذكية، ودي بتستخدمها مدينة برشلونة لإدارة إشارات المرور والاستشعار عن بعد، بحيث إنها قللت الازدحام المروري بنسبة 20%. فدي حاجة كويسة جدا إن أنت تقدر تدير. الميزة برضو إنها أوبن سورس، فبيبقى الاستخدام بتاعها اسهل، وتقدر تبرمج فيها، وتقدر ان انت تخصصها للمدينة بتاعتك زي ما انت عايز، وتقدر تستخدم فيها انترنت الاشياء، انترنت سينجس والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والواقع الافتراضي والواقع المعزز والروبوتات والطيارات بدون طيار، وكل الحاجات دي تقدر انت تستخدمها بحيث ان انت توفر الطاقة. وفي تدريبات جوه السوفت وير دوت، بحيث لو انت عايز تستفاد منه، واتمنى ان احنا كلنا نبدا ان احنا نتعلمه. ده الويب سايت اهوت، دي في ايفنتات موجوده، في اوبن داتا تقدر انت تطلع عليها، تقدر انت تراقب كل حاجه بتحصل في المدينه. في برامج بتبقى للمواطن نفسه، بحيث ان هو يبقى عنده كل المعلومات اللي ممكن يحتاجها لمعرفة المدينة، وزي يقدر يتابع كل حاجة تحصل في المدينة. في حاجات خاصة بالسياحة مثلا، في حاجة توفير الطاقة، التقليل بتاع الازدحام المروري. فهو ده ميزة استخدام الاوبن سورس في إدارة المدينة بتاعتك. التطبيقات بتبقى موجودة، تقدر تطلع، تقدر انت كمبرمج تاخد كل الداتا دي عندك وتبدأ تشتغل بيها. ممكن تاخد تبدأ تستعين بالحاجات دي، وتقدر انت تبرمجها بكام. يبقى عندك الأجهزة دي $50 ولا حاجة، اللي هو الأردينو. الأكواد تقدر تاخد الكود وتبدأ تشتغل بيه، تقدر تسطب البرامج بتاعت التطبيق. ممكن تخش وركشوب، API access تربط البراند بتاعك بالموقع او بالتطبيق. الكود موجود جاهز، تقدر انت تنسخه عندك وتشتغل بيه لو انت شاطر في البرمجة. طبعا كالعادة هسيب لكم الموقع اسفل الفيديو، او تقدر تكتب ctos.io عشان تدخل على الموقع وتبدأ تطبق او تبدأ تتعامل معاه.